السلام عليكم الإخوان والأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك كريم. البلان اللي غنهضروا عليه اليوم الإخوان هو التاير أو الكفر أو البنو، البناوات ديال السيارة. البناوات ديال السيارة الإخوان ملي كتبغيو تمشيو تشريوهم، شنو هو البلان اللي كتعرفوه؟ فقط كتعرفوا الأرقام R14 أو R17 أو R20 أو R19، يعني الطاية ديال البنو، الطاية ديال البنو. وكتعرفوا الأرقام الأخرى اللي هي 220 أو 250 في 60 في 40 في 30 في 35 وإلى آخره. ولكن الحاجة المهمة اللي ما كتردوش ليها البال وكتصيدوا فيها وما كتعرفوهاش وكتنساوها هو السرعة القصوى ديال هذاك التاير أو ذاك الكفر. شحال هي السرعة القصوى ديالو؟ نتعرفوا أولا، سيرتو في الصيف كيوقعوا الحوادث، سيارة مقلوبة باش تقلبات طقطق ليها البنو، سيارة داخلة في شي بلاصة أو في شي حيط أو شي حادثة باش وقعت ديك الحادثة وطرطق ليها البنو، لهذيك السيارة تقطع ليها البنو. دابا تفهمنا. اجيو اولا نتعرفوا على الانواع ديال البناوات. الانواع ديال البناوات الاخوان، كاين النوع اللي كيكون رديء، النوع ديال البنو اللي كيكون رديء، وكاين بناوات اللي كيكونوا مزيانين. كاين بنو متعدد الطبقات، سطر عليها بالاحمر وعقل عليها مزيان، بنو متعدد الطبقات. وكاين البنو، كاين البنو اللي كيكون مدعوم بالسلك، وكاين البنو اللي كيكون مدعوم بالخيط وكيكون متعدد ديال الطبقات. كاين بعض البناوات كيكونوا مزورين، الطبقه ديالهم كتكون ثلاثه الطبقات او جوج فقط، والتماسك ديال البنو ماشي هو هذا. هذا الشيء دابا هو وريته لكم. ولكن عندي سياره وبغيت نشري ليها البنو، انا فاش كنفكر ندير هكا التليفون حيت الريح شويه، انا بغيت نشري البنو، فاش كنفكر في الطايه ديال البنو او بنو سبور او شي حاجه بحال هكا، يعني R17 R15 او R19 او R20، وكنشوف العرض ديال البنو، العرض ديالو والطايه ديالو هكذا، يعني تكون رقيقه كذا والى اخره. ولكن اللي كتنسى العدات ديال السياره، ديال كل موتور اللي عندك في السياره، واش السرعه القصوى ديال ديك السياره 180 160 200 260 240 300، شحال فيها في الكونتور. الشركه المصنعه كتكتب لك في عند الباب او في واحد البيسرينه كتكون لاصقه عند الباب او كتكون لاصقه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكوفر ديال ديال ديال, ديال التانك ديال التانك ديال الغازولينا او ديال الديزل. تما كتلقى الارقام ديال الروايد، وحنا ما كنهضروش دابا على الارقام ديال الروايد، كنهضروا على الحروف. الحروف هما المهمين. خلي هذاك الحرف اللي كيكون مكتوب مثلا ار، حرف ار راه عالمي معروف كلشي كيعرفو، ار 17 20. كنهضروش حنا على الطايه ديال البنو، كنهضروا على السرعه القصوى ديال البنو، السرعه ديال القصوى اللي كيتحملها. مثلا انا شريت بنو فيه الحرف ديال تي، مشيت انا شديت بهذاك البنو 240 240، اش غيوقع لهذاك البنو؟ غادي يتفرقع، غادي يطرطق، غايقلب بيا السياره، غايصيفطني غايدبر عليا داك البنو بصوت الوالدين. علاش؟ حيت انا ما عرفتش، نهار مشيت بغيت نشري البنو ما عرفتش. فلهذا الاخوان غنقول لكم هاد الحروف هادو وعقلوا عليهم مزيان الاخوان وما تنساوهمش. انا قيدتهم في وريقه، ها هي راها عندي هنايا، ها هي ديك الوريقه، ها هي، ها هما هذوك الحروف. نحاولوا نوقفوا هكذا، ها هما هذوك الحروف، ولكن غادي نعاود نعرضهم عليكم، غادي نعاود نعرضهم عليكم باش بنادم الا هكا كانوا معنا ناس يعني ما عارفينش. ولا كاين الحرف الاول، الحرف الاول كتلقاه ال، ال السرعه القصوى ديالو هي 120 كيلومتر في الساعه، هذيك هي السرعه القصوى اللي غادي يتحملها. 120 كيلومتر في الساعة، باي باي يا ربيع، وغيودع راسك، فهمتي يا خويا؟
كاين الحرف ديال الام، الحرف ديال الام كتعني 130 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. كاين الحرف ديال الان، الحرف ديال الان 140 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال كيو، ما عرفتش كيفاش كيقولوا كيو هكا، ها هو بحال مقلوب. واخا كاين الحرف ديال كيو، السرعه القصوى ديالو 160 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال بي، الحرف ديال بي كيعني 150 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال الار، الحرف ديال الار كيعني 170 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال الاس، الحرف ديال الاس كيعني 180 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال تي كيعني 190 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال يو، الحرف ديال يو يعني هذاك المقلوب هكذا كيعني 200 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال الاتش يعني 210 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال في يعني السرعه القصوى ديالو 240 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف ديال دبليو 260 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. وكاين الحرف الاخير اللي هو واي كتعني 300 كيلومتر في الساعه ما خصكش تفوتها. فلهذا الاخوان دائما حاولوا انكم تردوا البال لهذا البلان هذا قبل ما تشريوا هاد البناوات، فهمتوا الاخوان؟ حيت غيقدر يتسبب لك الى قدر الله الله يستر شي كارثه. اوكي، ها هما الارقام اللي عرضتهم عليكم، ها هما، ها هي دابا الشمس كيبانوا مزيان، ها هما شفتوهم؟ هادو هما الاخوان. غادي نحاول نمشي للبنو، نصور لكم البنو باش تشوفوا البلان اللي كنهضر لكم عليه. هما الاخوان دوك الارقام اللي هضرنا عليهم والحرف، ها هو شفتوه؟ ها هو الحرف الاش، هاد الاش يعني على حسب الكونتور اللي عندك. هاد الاش السرعه ديالو غتلقاها ما بين 190 حتى 200 او 220، فهمتوا؟ هذا ار 15 وهذا 65 على 195، هذا هو البلان اللي كاين. وانت هنايا كتلقى عندك الكونتور، شحال ما كيكون عندك في الكونتور يعني السرعه القصوى ديالو كتلقى عندك ذاك الحرف في البنو، فهمتوا الاخوان؟ ايوا يلا الله يهنيكم الشيء اللي كاين. هما الاخوان دوك الارقام اللي هضرنا عليهم والحرف، ها هو شفتوه؟ ها هو الحرف الاش، هذا الاش يعني على حسب